السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عندك تكست معين وعايز حد ينتهولك بشكل احترافي، في عندنا موقعين ممتازين جدا في الموضوع دوت، في فليكي وعندنا موقع اسمه ليفنت لابس. طيب كل اللي عليا ان انا هاجي هنا، تمام، وبتكتب التكست اللي انت عايزه ويبدأ يعمل لك الصور بتاعتها ويعمل لك الفيديوهات ويعمل لك كل حاجة ان شاء الله. طيب خلينا نبدأ ان احنا نجرب. هو طبعا في اصوات كتيرة ولغات كتيرة ومنها اللغة العربية. ممكن تديله الفكرة ويعمل لك الفيديو كله، ممكن تديله بلوج ويعمل لك الفيديو، ممكن تديله باور بوينت ويعمل لك الفيديو بتاعه، او تويتر او افاتار فيديو، او تختار شخصية هي اللي تعمل الفيديو وتتكلم في الفيديو. خلينا نبدأ. هقول له لوج ان وهقول له نيو فايل. بيقول لي اختار اسم ليه عشان نقدر نلاقيه بعد كده بسهولة. انت هتتكلم بأني لغة، عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي، واللهجة عراقي مصري زي ما انت عايز. start with ممكن تدي له بقى ايه امبتي فايل، هنبدأ فايل جديد خالص. انا هدي لك الفكرة وانت ابدأ، انت اكتب كل اللي انت عايزه، يعني هدي له كلمتين وهو يكتب زي ما هو عايز. في سكريبت، في بلوج، في باوربوينت، في تويتر، في برودكت، في تمبليت. فانا هختار مثلا الايديا، او ممكن تروح تاخد تجيب الكلام وساعتها يبقى انت معاك سكريبت، تمام، واقول له سبميت. ممكن هنا تقول تكتب له كلمتين وهو يبدا ان هو يقراهم بشكل قوي. مطلوب مننا بس ان احنا ايه نوجهه، نقول له ايه الفكره اللي احنا عايزينها، ماشي؟ يعني ممكن نكلمه مثلا عن فلسطين، عايز يتكلم في قد ايه زي ما انت عايز، دقيقة مجاني الباقي بفلوس. عايزه يعمل لك فيديو ولا صور؟ هو كده كده هيعمل فيديو، بس هيعملها ايه؟ صورة لمدة 5 ثواني، صورة لمدة 5 ثواني، تمام. فلو انت عايز فيديو ده هتستثمر فلوس. هنستنى عليه شوية يكون عمل لنا الفيديو بتاعنا. فعملوا لنا بشكل دوت، احنا كتبنا له بالفلسطين، كتب كل دوت. لو جيت هنا هيبدأ بقى يعمل لك ايه عرض للقطات، كل لقطة فيهم كام ثانية وحاطط لك فيها بصوت مميز وفي صورة موجودة. لو انت حابب ان انت تعيد ترتيب اللقطات، هي واحدة من اقدم المناطق المأهولة بسكان في العالم. في الفيديو القادم ستتعرف على بعض الحقائق المثيرة حول هذا المكان التاريخي. فلسطين كانت موطنا لحضارات عديدة على مر العصور. يعتقد أن أريحة هي أقدم مدينة مأهولة باستمرار في العالم. تحتوي فلسطين على مواقع أثرية مهمة مثل المسجد الأقصى وكنيسة المهدي. تمام، انت بقى ممكن لو في أي معلومة غلط تدوس وتبدأ ان انت تعدي فيها. كنيسة المهد، ماشي، تقدر تعدل زي ما انت عايز، وتقدر تختار الصوت. يعني هو هنا صوت مثلا سلمى، فممكن ايه تبدل مع صوت حد تاني عشان الناس بس ما ايه ما تزهقش، تمام. في بقى سلمى مجاني، شاكر بفلوس، تمام. ممكن تقول له ابلاي فور اول فيبدا ان هو يطبق ده على الناس كلها. تقدر تعدل الكلام، تقدر تعدل الصوره، تقدر ان انت تعمل لها داونلود، كل اللي انت عايز تقدر ان انت تعدله، تمام. الصوره هي تقدر تعدلها. احنا كتبنا كلمة واحدة بس، راح عمل لنا فيديو كامل جدا نقدر احنا نحمله. في برضه موقع تاني اسمه Elephant Labs، ده ممكن تيجي هنا وتكتب له الكلام وتختار اللغة، هو على طول بيفهم، يعني مدوبنا كتبنا له حاجة بالعربي هو بيفهم ان دي اللغة العربية. ونقول له ابدأ شغل. طبعا تختار بقى ايه، ممكن تقول له تكست تو سبيتش، ممكن تقول له قول لي انت القصه، ابدا انت اعمل البودكاست زي ما انت عايز. فويس كولينج بيبدا يحسن لي الصوت. هو انا ليا 500 حرف فانا كنت كاتب اكتر من 500 حرف. ورد ذكر غزه في مخطوطه للفرعوني تحتمس الثالث القرن 15 رقم عمان وكذا. طيب لو في اي اخطاء في الصوت، في موقع اسمه صحح لي. موقع صحح لي ده هتدخل على خدمات التشكيل وتخليه يشكل لك الكلام كله، الفتحة، الضمة، الكسرة، الحاجات دي، الحاجات دي بتفرق وبتخلي الصوت افضل. وممكن لو في اختصارات معينة يبدأ التشكيل، تبدأ انت تكتب الاختصارات ديت، تمام. ممكن ننسخ بقى كده ونيجي هنا
ونحط الكلام، هو اعتبرها كتير. ماشي، يعني على سبيل المثال مثلا هنا هنكتب له قبل الميلاد، ونقول له اقرأ الصوت. ورد ذكر غزة في مخطوطة للفرعون تحتمس الثالث صحيح. القرن ثم الشهر قبل الميلاد، وكذلك ورد اسمها في رسائل تلي أعمارنا. تكتب بقى القرن 15 بدل الأرقام وهكذا، فتبدأ ان انت تعمل حاجة احترافية، وبعد كده تقدر ان انت تحمل الصوت دوت تعمل له داونلود. أما وكذلك ورد اسمها في رسائل تل العمارنة، قال لك كده بشكل افضل، فنقدر ان احنا نعمل له داونلود. يبقى احنا كده معانا ملف الصوت، نقدر نضيف الصور زي ما احنا عايزين بعد كده. ورد ذكر غزة في مخطوطة للفرعون تحتمس الثالث القرن 15. هنا هنقدر نعمل له داونلود، ونقدر احنا نحمل ملف الصوت على برنامج كاب كات، ونقدر نضيف الصور بحيث يبقى عندنا فيديو جميل.